بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه يحب الحامدين ويحب الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الشاكرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه اللقاءات المباركة وفي هذه السلسلة العطرة من سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة. سنعيش هذه الليلة بإذن الله عز وجل مع عبادة قلبية عظيمة ينبغي أن نتذاكرها في هذه الأيام، وقد دخل على كثير من الناس معاني الغفلة عن هذه العبادة. هذه العبادة هي شكر الله عز وجل، شكر الله سبحانه وتعالى. إخواني الأكارم، هو أن ترى أثر النعم الإلهية على القلب إيمانا، وعلى اللسان ثناء، وفي الجوارح عملا. هذا هو الشكر، الشكر في كل جزئية من جزئيات حياتك. تشكر الله سبحانه وتعالى بقلبك، تعترف بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الفضل أولا وأخيرا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم باللسان تتحدث بنعم الله عز وجل، وتشكر الله سبحانه وتعالى على النعم والآلاء التي تترادف وتتتابع عليك في حياتك. ثم بالجوارح تجعلها في طاعة الله عز وجل، فلا يراك إلا حيث أحب الله عز وجل، ولا يراك حيث يكره جل في علاه. هذه آلات الشكر، القلب واللسان والجوارح. ومما يورث الإنسان الشكر لله عز وجل تقوى الله عز وجل. التقوى من أجل الطرق الموصلة إلى شكر الله عز وجل. ولذلك انظروا كيف الله سبحانه وتعالى ربطهما ببعضهما البعض، فقال جل في علاه: فاتقوا الله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أي ثمرة من ثمرات التقوى، إن حقق الإنسان التقوى أداه إلى شكر الله عز وجل. ثم أيضا مما يجعل الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى أن يفكر في السؤال بين يدي الله عز وجل عن النعيم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سيسألك الله سبحانه وتعالى عن النعيم، حتى جاء في بعض الروايات: يسألك الله عز وجل عن الماء البارد، الماء البارد الذي تشربه، فضلا عن بقية صور النعيم التي ترفل عليك في حياتك. ومما يجعل الإنسان يشكر الله عز وجل الدعاء، تدعو الله عز وجل دائما. ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ؟ ألم يعلمه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ ألم يكن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني شكارا، صيغة مبالغة، أي ممن يشكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يجعل الإنسان يشكر الله عز وجل أن تنظر دائما إلى من هو دونك في المستوى. لماذا؟ العلة لئلا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم. فالإنسان ينظر إلى من هو دونه فيشكر الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى من هو أعلى منك، لا تنظر إلى من هو فوقك، انظر إلى من هو دونك حتى تشكر الله عز وجل. وأيضا إذا تأمل الإنسان الثمرات التي إن شاء الله نتذاكرها، تعين الإنسان على أداء
هذه العبادة، هذه عبادة جليلة الله سبحانه وتعالى قرنها بعبادة الذكر. نحن ذكرنا فيما مضى حينما تكلمنا عن ذكر الله عز وجل أن الشريعة كلها جاءت لذكر الله عز وجل، الصلاة والصيام والحج والعبادات كلها جاءت لذكر الله عز وجل، ولذلك الله قرنها، قال جل في علاه: فاذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لماذا قرن الله عز وجل بالذكر؟ لإعلاء شأن شكر الله عز وجل. الإنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والشكر، والناس في هذه الدنيا بين هذين الأمرين، إما يكون الإنسان شكور أو كفور. قال جل في علاه: إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الناس في هذه الدنيا إما شاكر لله عز وجل وإما جاحد وكافر بنعم الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى جعل الاختبارات والابتلاءات في هذه الدنيا حتى يدرك معدنك من جهة الشكر. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الله يختبرك، هل تكون من الشاكرين أم تكون من الجاحدين؟ الشكر لله عز وجل إخواني الأفاضل له ثمرات عظيمة جدا. من أولى هذه الثمرات أن الذي يشكر الله عز وجل يسير على نهج النبيين. الأنبياء كانوا يشكرون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في نوح: إنه كان عبدا شكورا. إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ذكر اشتباه، جعل الله سبحانه وتعالى شاكر للنعم. نبينا صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. أنبياء الله عز وجل يتصفون بهذه الصفة، صفة الشكر لله عز وجل. من الثمرات للشكر أنها صفة الإنسان المؤمن. الحديث لا يخفاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذه صفة المؤمن في كلا الحالين، في السراء في الضراء، في الخير وفي الشر، هو متوجه إلى الله عز وجل، متوجه إلى الله عز وجل تارة بالشكر وتارة بالصبر. وأيضا من الثمرات العظيمة بعد الإيمان أنها صفة للمؤمن أنها عنوان العبودية، عنوان العبودية. يقول سبحانه: واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم حقا تريدون العبادة، إن كنتم محققين العبادة لله سبحانه وتعالى، فحققوا هذا الشكر في حياتكم. الإنسان العابد يكون شاكر لله سبحانه وتعالى مهما بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فلما يسأل في ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، ألا أكون شاكر لله عز وجل. من الثمرات أنها من صفات الصفوة، قلة ندرة الله يصطفيهم من بين الناس، هؤلاء هم أهل الشكر، كما قال جل في علاه: وقليل من عبادي الشكور. الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى قلة من بين الناس، ولكنهم أناس الله سبحانه وتعالى يحبهم، الله سبحانه وتعالى يجتبيهم. أيضا من الثمرات الموعود الحسن، الجزاء الذي ينتظر الشاكرين، كما في قوله: وسيجزي الله الشاكرين. يعني عمل الشاكر لن يضيع، محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. اشكر الله عز وجل على النعم بلسانك وبقلبك وبجوارحك، ثم انتظر الموعود العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الثمرات سادسا رضا الله سبحانه وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. الله سبحانه وتعالى يرضى من عباده الشكر.
الله يحب من عبده إذا أكل يشكر الله عز وجل، إذا شرب يشكر الله عز وجل، إذا لبست لباس تشكر الله عز وجل. عود نفسك على مثل هذا الأمر، دائما ردد قل اللهم أوزعني شكر نعمتك. الله سبحانه وتعالى ينعم عليك هذا الأمر حتى تتربى على هذا المعنى الجليل وهو شكر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من الثمرات سابعا أن شكر الله سبحانه وتعالى أمان من العذاب، أمان من العذاب، حفظ من الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا أراد الإنسان النجاة من العذاب، عذاب الله قد يأتي بغتة، الله سبحانه وتعالى يهلك أناس بالأعاصير وأناس بالرياح وأناس بالأمطار وأناس بالزلازل وأناس بالصيحة، يأتي بغتة. مما يقي الإنسان عقوبة الله عز وجل وعذاب الله عز وجل هذان الأمران العظيمان المقرونان في هذه الآية، شكرتم وآمنتم، يشكر الله عز وجل ويؤمن بالله سبحانه وتعالى يقيه الله سبحانه وتعالى. أيضا من الثمرات ثامنا الوعد بالزيادة. الشكر كما يقول العلماء عنوان المزيد، كلما كنت شاكرا لله عز وجل زادك الله عز وجل، وشعرت براحة، شعرت بطمأنينة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. دائما تشكر الله عز وجل ترقب الزيادة من الله عز وجل. اليوم تجد إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى ربما ملايين، تأتيه يقول والله ما عندي شيء من المال، ما يشكر الله سبحانه وتعالى. وتجد إنسان آخر فقير ربما ما عنده 1000، ربما مرتبه ما يكفيه إلى نهاية الشهر، يقول الحمد لله على نعم الله عز وجل، الله أنعم علي، موفور النعم. شتان بين الإنسان الشاكر وبين الإنسان الجاحد. كثير من الناس الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم، النعم ترفل عليهم عن اليمين وعن الشمال، لكن جاحد ما يشكر الله عز وجل. وتجد هذا الإنسان الفقير يشكر الله، الله يهبه ماذا يا إخوان؟ القناعة، راحة النفس. تجد هذا الإنسان غني عنده ملايين الدنيا لكنه في شتات، ما يشعر براحة، ما يشعر بطمأنينة، يركض وراء عرض الدنيا، لا صلاة ولا عبادة، ألهته هذه الدنيا. وهذا الإنسان الآخر شاكر لله عز وجل. يحتاج الإنسان أن يعزز هذا المعنى العظيم وهو شكر الله عز وجل. أيضا من الثمرات تاسعا أنه أدعى للتفاعل مع الآيات والاتعاظ بالآيات، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الإنسان الشاكر لله عز وجل هو من أقرب الناس للتفاعل مع الآيات، لنتعود على شكر الله عز وجل، سواء على قلة كثرة ابتلاء مال أتى، يتفاعل مع هذه الآيات، يعيش معاني الصبر، يعيش معاني الشكر لله سبحانه وتعالى، يتأثر بهذه الآيات. عاشرا وأخيرا من ثمرات الشكر أن فيه تحدي للشيطان، تحدي للشيطان. الشيطان له مقاصد كثيرة في حياة الناس، منها التلبيس ومنها الوساوس ومنها إغراءهم بالمنكر وبالفحشاء، ومن جملة هذه الأمور أن يصرف الناس عن شكر الله عز وجل. ولذلك منذ البداية من يوم الطرد أخذ الشيطان على نفسه عهد، كما وصف الله عز وجل قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني من مقاصد الشيطان أن يحول بين الناس وبين الرب في جهة الشكر،
يجعلهم لا يشكرون الله سبحانه وتعالى، تأتيهم النعم ترفل عليهم، تأتيهم الأموال ولكن ما يشكر الله سبحانه وتعالى. حريب الإنسان أن يراجع نفسه، تأكل وجبة اليوم تتعشى اشكر الله سبحانه وتعالى، غيرك ما يجد هذه الوجبة. اليوم تنام أنت في غرفة، غيرك ينام في المخيمات، ينام على الحدود، ينام في أماكن ما يجد هذا الفراش الذي تنام عليه، تنام تحت المكيف، غيرك ما يجد. فيتعلم الإنسان شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، عش هذه المعاني، تأمل عن يمينك وشمالك، نعم كثيرة أغدقها الله سبحانه وتعالى عليك، فهل شكرت الله سبحانه وتعالى حتى تحافظ على هذه النعم، حتى تزداد في حياتك؟ أشكر الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وأن يجعلنا وإياكم من الحامدين، من الذاكرين، من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله كل خير.